الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الذي قال لزوجته اعتبري نفسك طالق أو اذهبي إلى بيت أهلك واعتبري نفسك خالصة، هذا لابد من السؤال عن نيته، لأنها كلمة تحتمل أكثر من وجه، فلما احتملت أكثر من وجه لازم السؤال عن النية. فإذا قال لا أريد طلاقا فلا تحتسب تطليقة، والله أعلم. أما إذا قال لا إذا نزلت أو طلعت أو نزل عندك أحد فأنت طالق ولم يقصد الطلاق فليست بطلاق ويكفر كفارة يمين كذلك، والله أعلم.